انا دايما بقول انه لما بعمل شخصيه، الشخصيه دي احب انها تبقى هي دي، يعني احب ان انا اعمل فوزيه لما امشي في الشارع الناس ما تشوفش فوزيه، الناس تشوف لقاء دي بني ادم الطبيعيه، اللي انا بخرج براحتي بقى لابسه كاجوال، لابسه يعني زي ما انا عايزه، ممكن اكون مش حاطه مكياج كتير، لكن انا في كل شخصيه بغير شكلي عشان دي الشخصيه، دي فوزيه، دي منى في ولاد تسعه، دي مثلا شربات في مسلسل خلف الله، ببقى عايزه اعمل كيان وشكل مختلف لكل شخصيه، ما يبقاش الناس حاسه ان لو، عشان كده يقولوا انت ساعات بتشتغلي 3 مسلسلات في وقت واحد، فبقول لهم اتحدى ان انا ابقى في اي واحده من الثلاثه نفس الحاجه، لا لبس ولا شكل ولا حتى طريقه كلام. نروح لمنى بقى ولاد تسعه، نروح لمنى بقى تتعرض لخيانه تعرضت لخيانه بصراحه لا، يمكن عدد يعني مش، لا مش كتير، بسيط يعني، يمكن مره ولا حاجه، مرتين. عملتي بنفس الطريقه اللي هو لا لا خالص، لا لا خالص. اصل انا هقول لك على حاجه، انا عندي حسبه لطيفه جدا يعني حباها قوي، لما حد يخوني معناها انه توقف يحبني بالشكل اللي انا اتمناه او اللي انا عايزاه، لان لما حد بيحب حد قوي لا يمكن يبص لحد غيره.